هناك أيادٍ خفية تعمل على تغيير هوية شعب البحرين في الآونة الأخيرة من الناحية الدينية والأخلاقية، وذلك ببث السموم في عقول أبنائنا الذين باتوا مستهدفين من قبل جماعات ومنظمات من أماكن عدة، وفي محاولات للتأثير عليهم وتغيير مفاهيم حياتهم لتقبلهم بالشذوذ والعلاقات المحرمة بين البشر في شكل أفلام وكتب ومناهج دراسية ولعب أطفال. فماذا بقى لنا غير ديننا ومبادئنا وعاداتنا الراسخة والتي تعلمناها من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ومن آبائنا وأجدادنا؟ ماذا يريد الغرب منا؟ فهم قد تغلغل الفسق والفساد فيهم، وأصبحوا يقيمون احتفالات للشواذ وتجمعات في كل مكان، ليس على مستوى الأفراد وإنما على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وباتت المنظمات الدولية تقيم الديمقراطية والتقدم في دول العالم على نسبة تقبلهم لهؤلاء الشواذ وحقوق هذه الفئة الضالة المضلة. وأصبحوا يفتخرون بأن لديهم وزراء وجنود من المثليين. لقد أصبحت السفارات تحتفي بهم وتقيم لهم تجمعات ودورات دون حسيب أو رقيب. فأين دور وزارة الخارجية في منع هذه اللقاءات والاحتفالات ورفع أعلام الشواذ؟ الألعاب بدأت تغزو الأسواق، والتي تركز على ألوان القوس قزح وهو شعار المثليين، فكيف دخلت إلى أسواقنا؟ وأين دور الجمارك ووزارة التجارة في منعها وإزالتها؟ المناهج والكتب التي تدرس في بعض المدارس الخاصة كيف وصلت إلى طلبتنا وأبنائنا؟ ولن نقبل بحجة إنه بالخطأ، فما دور وزارة التربية في ذلك؟ صالونات المساج والحلاقة التي تكتظ بالمتشبهين بالنساء من قوم لوط كيف انتشرت في الأحياء السكنية؟ فما دور وزارة الداخلية والآداب عنهما؟ رفع شعارات وأعلام الشواذ في البطولات الرياضية أصبحت غصبا على الدول إذا أرادت المشاركة في هذه البطولات. فهل هناك فعلا أمرا مبرمجا لتقبل هذه الفئة بأنها طبيعية؟